بسم الله الرحمن الرحيم. عبد اللطيف مرسلي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية. حول التدابير الاحترازية التي قامت بها هذه النيابة العامة، ففي إطار جميع التدابير الاحترازية التي أمرت بها الجهات الإدارية والصحية المختصة، وتمشيا مع دورية للسيد وزير العدل، وكذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن السيد رئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذلك عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة، فقد انخرطت هذه النيابة العامة كباقي النيابات العامة في المملكة المغربية في مجموعة من التدابير الاحترازية. وابتدأت هذه التدابير الاحترازية بالتقليل من عدد القضاة العاملين بهذه النيابة العامة، وكذلك بعدد الموظفين الذين يعملون بها، بحيث تم الاقتصار فقط على مجموعة من هؤلاء تعمل بشكل تناوبي، وذلك لأجل تصريف الأشغال. خلال هذه الفترة والتي ابتدأت من 20 مارس إلى 20 أفريل 2020، فقد اختصرت العناصر التي تم الإبقاء عليها بهذه النيابة العامة على استقبال محاضر الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وكذلك محاضر الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وكذلك حضور الجلسات التي تنعقد بشكل يومي، وأعني بها هنا جلسات التلبس اعتقال، وكذلك جلسات الغرفة الاستئنافية جنحي ضبطي. وخلال المرحلة الثانية التي ابتدأت من 10 أفريل إلى 10 ماي، وهو التمديد الأول لفترة الحجر، خلال هذه الفترة تم الإبقاء على نفس هذه الإجراءات، وكذلك بهذا العمل التناوبي للسادة القضاة النيابة العامة وكذلك السادة موظفيها، في حين أنه تم الانخراط في عمليات المحاكمة عن بعد. وهذه هذا الإجراء الذي يقتضي الإبقاء على السجين بالمؤسسة السجنية على أن يتم التواصل معه بواسطة الوسائل التقنية التي تم وضعها رهن الشرط المحكمة، وذلك تلافيا لإحضار السجناء من المؤسسة السجنية إلى هذه المحكمة. كذلك خلال هذه الفترة، وهي فترة التمديد الأول لمرحلة الحجر الصحي، تم وضع هاتف نقال وكذلك واتساب رهن إشارة السادة المحامين، وذلك لأجل التخاور مع الموكليهم المتواجدين رهن الاعتقال الاحتياطي بالمؤسسة السجنية، بحيث يتم ربط الاتصال بأحد النواب الذي تم تكليفه بهذه المهمة، وهذا النائب يتولى التنسيق بين السيد المحامي وبين موكله المتواجد بالسجن المحلي بالمحمدية. وتتم هذه العملية التخابرية بشكل جيد ووفق المطلوب. المرحلة الثالثة والتي ابتدأت من 10 ماي وتستمر إلى حال وإلى يومه، والتي وقع فيها التمديد الثاني ثم التمديد الثالث لمرحلة الطوارئ الصحية، فإنه خلال هذه المرحلة تم إعداد مجموعات من المحاضر تحال على السادة نواب وكيل الملك الذين يتولون دراستها واتخاذ القرارات فيها، وذلك بعيدا عن أسوار هذه المحكمة، على أن يتم إحضارها فور قيامهم بذلك.
حول عدد القضايا التي تم إدراجها خلال هذه المرحلة وتم فيها إعمال تقنية التواصل عن بعد، فهناك أزيد من 150 قضية واستفاد منها أكثر من 200 معتقل، في حين أن الجلسات تجاوز عددها 30 جلسة بما فيها جلسات الغرفة الاستئنافية. تهيئا لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، فإن هذه النيابة العامة قامت بتجميع جميع المحاضر التي تمت دراستها من قبل السادة نواب وكيل الملك، ويتم حاليا فتح الملفات على أساس أن يتم تعيينها ابتداء من الأسبوع الأول لشهر شتنبر 2020، في حين أن الملفات المتعلقة بالتلبس الفوري أو الإحالة الفورية فإنها تدرج بشكل عادي، أي كل مرتين في كل أسبوع، هناك جلستان في كل أسبوع. وكذلك لتلافي انتشار هذه الجائحة، فإنه حاليا يتم العمل بطريقة عدم استقبال الأشخاص أو عدم استقبال المواطنين بداخل المحكمة، وإنما وضع موظفة رهن إشارتهم في الواجهة الخارجية للمحكمة، وهناك يتم القيام بكل الإجراءات المطلوبة من طرفهم. كلمة أخيرة هو أن هذه النيابة العامة قد وضعت رهن إشارة المواطنين مجموعة من الخطوط، سواء الهاتفية أو الخطوط الفاكس، وكذلك بعض الأرقام الواتساب إضافة إلى منصة رقمية، وذلك للوضع جميع الشكايات سواء الأشخاص العاديين أو كذلك للشكايات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء. كذلك كلمة أخيرة، وهي أن هذه النيابة العامة وكذلك أن المملكة المغربية بصفة عامة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية، وقد كان المغرب سباقا إلى القيام بها، وذلك بتعليمات من جلالة الملك أيده الله ونصره. وقد لاقت هذه الإجراءات استحسانا من قبل الجميع، وتمت الإشادة بها في كثير من طرف كثير من الجهات، وبالتالي يبقى على المواطن أن يحترم هذه الإجراءات التي تم اتخاذها، وذلك حتى نجنب بلدنا أسوأ الأمور، سيما وأنه لحد تاريخه فلا زال متحكما في هذه الجائحة، وبالتالي فمزيدا من الحذر ومزيدا من الاحتياط حتى يتم رفع هذا الحجر بصفة عامة على المملكة المغربية. والسلام. ما تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.